كم أنا فخور بما ستقدمه. هذا هو الحزام النازف. تذكر، يجب عليك الضغط على هذا الزر 3 مرات. 3 مرات، كن حذرا. منير، في الحقيقة إنك بطل. هل تتذكر عندما كنت أنادك بالبطل الصغير؟ الآن إنك غبت. إنك بمثابة صخرة كبيرة. كل إخوتك فخورين بما ستقدمه. بعملك هذا سوف تفتح لهم المجال في الجهاد، وسنعرف طريقة تعامل العدو بفعلتك. العدو هو من بدأ يقتل الأطفال والأبرياء بدون سبب. مهمتنا هو الدفاع عن ديننا وكرامة عيشنا، والجهاد في سبيل الله كما يوصينا كتابنا وديننا الحنيف. لذلك اخترناك أيها البطل لتفوز بالجنة. الجنة، إني أراك في الجنة فرحا مع باقي الإخوة. سنلتقي إن شاء الله. إن شاء الله، لا تخف. يجب عليك أن تكون شجاعا كما كنت في صغرك. هيا أقن الشهادة. ابدأ بسم الله. الله أكبر.